نعم أعزائي المشاهدين، في ضمن جولات الحقيقة الدولية في محافظة جرش، هذه المنطقة يعني كما نشاهد هناك انهيارات، وأمامنا شارع دولي يربط ثلاث محافظات، محافظة إربد وجرش وعمان، وأيضا يربط هنا في حي من أحياء جبل الأخضر. هذه الانهيارات أتت بعد ما انجرفت هذه المنطقة وتركت دون أي نوع من أنواع السلام العامة. للقاء مزيد من الضوء عليها معنا الأخ محمود دراغمي، عضو مجلس محافظة جرش. يعني تحدثنا أخي محمود عن هذه المنطقة وخطورتها على هذه. أول شيء شكرا للحقيقة الدولية والقائمين على الحقيقة الدولية، اللي أنا حكيت ولا زلت بحكي أنه بتمثل همزة الوصل ما بين المواطن والمسؤول. أخي أبو عونس، كما تلاحظ يعني هذه هي الطريق الوحيدة اللي بتأدي أو بتخدم سكان منطقة الجبل الأخضر الحي الوسط باستثناء بالشارع الرئيسي، تربطه بالشارع الرئيسي. هذا المستثمر أو هذا صاحب البناء تم تجيف المنطقة هاي اللي شايفينها أنتم، وأدى إلى الانهيارات يعني بصخور بكميات أو بأحجام كبيرة جدا. الآن في منطقة خطر سواء السيارات الصاعدة أو النازلة، زي ما أنت شايف هذا الانحدار الكبير. كنا نتمنى انه يكون في جدار استنادي اقل ما فيها يعني يحمي حمايه المنطقه من السيارات اللي نازله باتجاه الشارع او الصاعده باتجاه الجبل. كذلك انت زي ما بتلاحظ انه هاي صخور يعني الحمد لله انه ما اتت على الشارع، ولا يزال الانهيارات مستمره كما تلاحظ. فاحنا يا ريت مقبلين على فصل الشتاء، يا ريت احنا يكون في يعني من خلال الجهات المسؤوله انه يتم الاتصال مع صاحب هاي القطعه بحيث يعمل على تصويب الامر. يعني ما يعني في خطوره، وزي ما تفضلت انه احنا مقبلين على فصل الشتاء واخشى انه تكون انهيارات اكثر. فهذا الامر زي ما انتم شايفينه امامكم. حياك الله. شكرا. يعني نرى الان احد الاليات تعثر، ممكن تعثر أن تمرق في هذا الطريق، وبالتالي يعني يضطر إلى المحاولات أكثر من مرة. معنا أيضا مواطن آخر، حدثنا أخي الكريم بعد أن تعرفنا عن نفسك. إبراهيم أبو زهري، أنا أشكرك أخ أبو عون على جهودك الطيبة هاي، ونشكرك الحقيقة الدولية. يا أخي إحنا بنعاني من مشكلة جدا جدا ضيقة علينا. طلع السيارة، طلع الشارع، طلع الشارع. يا أبو عين، يا أبو عون، مشان الله شو الحل؟ ما خلناش مسؤول، ما خلناش حدا نقول له يا عمي طلع الشارع. طلع همزة وصل بين الحي هذا للشارع الرئيسي اللي بربط إربد عمان دولي، بنعاني منه. مش قد طلع كيف انه انهياره، اي سيارة بتقع بروح اللي فيه. يعني شو الحل؟ شو الاشي؟ بس بلدية مطنشيته من مرة خالص، جبناها 100 مرة وطلع السيارة. شوف بعينك انت السياره مش رد تطلع. مره اخرى يحاول سائق هذا الباص ان يعني محاوله ان شاء الله تنجح. نجحت محاوله سائق هذا الباص. ايضا خلينا ناخذ مواطن اخر من سكان هذه المنطقه بعد ما تعرفنا عن نفسك. شو بتعانوا من هذا الشارع؟ محمد ابو عيد، يا اخوي هذا الشارع مدخل لكل منطقة الجبل الأخضر بالنسبة اللي بتربط الشارع الدولي هذا، من بنات جامعة، من موظفين، من كل اللي ساكنين في الحي هذا بيستخدموا هذا الشارع. هذا الشارع فيه انهيارات قوية، لسه ما دخلنا موضوع الشتاء، لسه شتاء ولا سيارة تطلع منه نهائيا. هذا بده شغل، عدم المؤاخذة، لأنك أنت قاعد تدخل بنت تنزل منه هون ولا بتقع فيه، وهي ماشية على رجليها تقع. وهذا المدخل الوحيد اللي بربط الجبل، أو بدك تلف من عند المحافظة تنك تنزل على الشارع هذا اللي هو. يعني خلينا نقول لو بدنا نلف عند المحافظة قديش المسافة؟ وبدك 10 كيلو. 10 كيلو. 10 كيلو. حتى نختصرها ب 200 متر. حتى نختصرها ب 100 متر، يا ريت 200، 100 متر. نعم. من هون لعند الطلعة هاي 100 متر. نعم أعزائي المشاهدين، هذه هي معاناة سكان هذه المنطقة. يعني 100 متر فقط أو 150 متر تفصلهم عن الخط الرئيسي الدولي. وعندما يريد أن يذهب إلى منزله عليه أن يعني يمشي مسير 10 كيلومتر حتى يصل لهذه المنطقة. نناشد المسؤولين المعنيين في هذه المنطقة أن يحلوا مشكلة هذه الطريق، ويعني يضعون مخافة الله بين أو نصب أعينهم. وأيضا هذه المنطقة تحتاج إلى جدار استنادي، سواء كان على
الدوائر الحكومية أو على نفقة صاحب هذه القطعة. مع توسيع الشارع. كنا معكم الحقيقة الدولية عيسى مقابلي محافظة جرش منطقة الجبل الأخضر.